حبيبي. انت كنت فين يا ده فتحي؟ يا ده انا قلبت عليك الدنيا، كنت فين؟ ما تزعلش مني يا فتحي، ما تزعلش مني. قالوا لي ان انا طردتك في المستشفى. والله العظيم طلع البنج ده قليل الادب. انا عرفت بعد كده انت ليه في الخناقه كنت سايبني وعمال تصلي. خناقه؟ ايوه يا في الخناقه. خناقه؟ لما سبتني وقعدت تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. زلي. ايوه. ليه؟ عشان كنت بتدعي لي. كنت بتدعي لي في الخناقه. بدعي لي ده اكتر من اخ. بص يا ده فتحي، انا ما عنديش اخوات. من هنا ورايح انت اخويا يا ده فتحي. اخويا. انت اخويا. انت اخويا. انت اخويا فتحي. انت اخويا. وانا مش ممكن اسيب اخويا معفن ومتنيل كده. معفن. خش يا خش خش. خش ديوان. شششش. احميك يا حرومه ما شفتهاش من سنين. ايه فرحان يا ده؟ هشيل الجلخ اللي عليك. شيل الجلخ يا عيني. خش خش. اقلع بقى هدومك لحد ما اجيب فوطه. لا لا هدومي لا لا هدومي لا. احنا ما فيهاش حاجه، احنا رجاله. يلا احنا رجاله. اتشلتت. ما قلعتش ليه؟ ما قلعتش ليه؟ انا لا لا اقلع. انا لا ايه اقلع؟ مش قلنا احنا رجاله ما فيهاش حاجه؟ احنا رجاله. ما فيهاش حاجه. احنا رجاله ما فيهاش حاجه. احنا؟ ايوه كده. رجاله؟ ايوه. ما فيهاش حاجه. رجاله؟ ما فيهاش حاجه. مين اللي معلمك كده؟ انت كنت شاي هاد ولا ايه؟ الشاي. بس يا لهوي يا خرب بيتك انت، هو بتعملها في بعض يابا؟ انت فاهمه ايه؟ انت فاهمه غلط. انا بحمل واد عشان ريحته قلب البيت. اطلع يا نجس انت هو من بيتي. ريحه ايه يا مريحه اللي بتقول عليها؟ واللي بتعمله ده مالوش ريحه. هي حصلت فتحي العبيط قال على راي الماسر. لا تحمل عبيط ولا تخلي العبيط يحميك. خلاص خلاص يلا يا عبيط. بس 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 يا ده فتح اطلع بقى. خلاص خارجين قلنا. الله راجل قلنا. ولا يا مخ فتح. خافش خافش. ايه مبسوط من المية؟ بقيت نظيف يا ابن المعفنة. خافش يا فتح، انا مش هسيبك. انت اخويا يا ابني. فاهم يعني اخويا؟ انت عبيط هاد ولا ايه؟ انت اخويا. ايوه انت اخويا. احلى رجاله. ايوه احنا ايه؟ احلى رجاله. انا هروقك. حلاوتك يا رومي، طول عمرك مزاجك عالي. ما تيجي يا فتح. ليه يا رومي؟ تقعد فراخ عشان تفك. بتقول ايه انا؟ تقعد فراخ عشان تفك. بس بقى احترم نفسك بقى. خلاص خلاص رومي. بس بقى رومي اخويا. لا انا بس اللي اخوك. رومي ده صاحب انا. صاحب انا رومي. رومي خلاص 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 فتح. خلاص معلش يا ابو صلاح، لا مؤاخذه عندي ظروف قاسيه. لا ولا يهمك، ما احنا كلنا عندنا ظروف قاسيه برضه. صباح الفل يا رومي. رومي صاحبه. انا شامم ريحه نسوان. ده البيت هو ده بنزين مصلحه في السريع كده. طب مالك يعني موطي صوتك؟ اهو احنا هناكلها. قوم يا بنزين، قوم يا اخت، مفيش حد غريب. اخوك صلاح روسي. يا روسي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. والنبي يا اخويا زعلت قوي لما عرفت اللي حصل لعينك. لا عادي، انما انت مش كنت تقطع على الرزيله؟ يو بقى ده كان رمضان اللي فات. هو انت لسه فاكر؟ اللي قول لي مين بقى الشاب الشنتلي اللي معاك ده؟ مش تعرفنا؟ ده اخويا الاستاذ فتحي، مدرس فرنساوي.
قالوا انا كنت بحسبه مدرس العاب. ايه ده؟ ده بيبرق لي كده ليه؟ هو عمره ما شاف لحمه ولا ايه؟ ده هيموتني من الباص. ايه يا اخوان مالكم؟ الراجل جعان نسوان، ايه مفيش في قلوبكم رحمه؟ خد اعمل روم عزل في كلمتين. عيش اخوة فتحي هيبات عندك يومين. مش هينفع ابو صلاح، اختي بتيجي كل يوم الصبح تروق الاوضه. وانت يعني لما اختك تيجي وتلاقي بنزين هتزغرط؟ ما تسقش ياض، قول لها حاجه تصرف. ايه بقول لك مزنوق ايه؟ خلاص ابو صلاح امرك. شوف لنا بقى اي حاجه ناكلها. اخوك واقع. حاضر. ايه مالك؟ قافش ليه؟ بس كنت مظبط ليله ثقافيه ضاعت. يا عم الليالي جايه كتير. انت بس الحقها قبل ما تتوب تاني. قولي خلاص بقى، دي كانت غلطه ولا انت ما صدقت؟ وش اسمع الصمت، عايز الحجر يخايش. خدش يا بنده فتحي. بس بقى دي بتنا الفجرة. زياد خليك بقى في بنزين. انا قاعد يا حبيبة قلبي، انت فين؟ وحشتيني. ايوه يا صلاح، انت ما بتردش بسرعة ليه؟ كنت بخطف الفجر، بصلي ركعتين شكر عشان لقيته. لقيته يا بنت. لقيت مين؟ هيكون مين يعني؟ لقيت فتحي. باركيلي بقى، خلاص كده بقى نقدر نروح للدكتور، ظبط لنا ميعاد معاه. انت فين؟ في البيت مع خالي. خالك الحرامي؟ طب ليه كده بقى؟ اسمع يا صلاح يا روسي، بنت ناد مش مقطوع من سجر يا اخويا. ها؟ وبروح عندك ما هياش رايحه. لم نفسك ده يا اخي شويه وروح اشتري لك دبلتين وتعالى اقرا فتحتها وخلصت. يا اما كده بقى يا اما مش هتشوفها تاني. هو في كده؟ الناس كانت وشها يا جدع. الصراحه انت كده عداك العيب وازع. انا والله العظيم طول عمري اقول عليك معلم معلم. خلاص عد عليك بقى ونخلص في الحكايه. سلام ابو الانساب. بص لنا العروسه. العب يا فتوح، العب العب العب. انت فين يا جدعان؟ تعمل ايه؟ تضحك انت الحشيش ظبطك؟ ظبطك ظبطك كل يوم يا كل يوم. عشان احنا ايه؟ احنا عشان احنا كمان يا احنا رجاله. ايوه احنا رجاله. بمناسبه الرجاله تعالى ماما. اتجننت يا ياد، اتجننت؟ هتمد ايدك على اخويا وانا واقف؟ انت عايز موت البيت؟ مالكش دعوه بيها، ما يزال يرضى. ايه؟ جار ايه يا رومي؟ انت جايبني عشان اتبهدل هنا؟ وهي دي نعمه ما انا معتبها تاني، وهي توبه بقى وخلاص. خلاص يا بيت، شوف ابو صلاح الجدع ده ما يقعدش هنا ويطلع بره. نعم يا روح امك. لا ده انت وهي اللي هتطلعوا بره. الله بره. بس دي قطه صلاح عروس. لا دي قطه انا، والراجل عمل لي العقد وقتي. وانا شاهده. يلا يا اخويا. وانا بيت استنى هنا ما تشمش. حاضر، بس انت هدي اعصابك كده. هو انا قلت لا؟ يلا توكل على الله. امشي من وش السعادي يا رومي. اللي تشوفه ابو صلاح. ماشي يا بنزين ماشي. خد القرايه. انت هتقلبلي مخها ولا ايه؟ تقطع النفس. نام. مش هنقتلها يا صلاح. نام. ولا روح امك اصرف عليك ببلاش. هو دخول الحمام زي خروجه؟ ها؟ اتبعك هنا؟ لا 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 لا. وجبت لك عروسة واكلتك فراخ ونمتك في اوضتي. ايه؟ يعني لازم اعورك علشان تسمع كلامي؟ لا 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 لا. تسمع كلام من هنا ورايح؟ عهد الله هقطعك حتت. تمام؟ ما عندناش ما قدامي. حتى واخدي وراك تاني. ها؟ هتعملي فيها عبيط وانت مخك يوزن بلد؟ قدامي يا ابن اللعيمه. خش. خش نعمه.
عايز تعيش طول عمرك في الزبالة. يا نتن شوف الدم يا زلمة. جدا جدا بقى منضفك ومحميك وعاملك بني ادم. انت زي الدبان تدور على الوساخة فين اراضيها. وريني هذا الجرح. لا بسيطة بسيطة. بسم الله. شو الدم يا جناح يا جناح. خلاص بقى عرفنا ان عندك دم. ايه مد يالا. شفت بقى انا اخوك ازاي وبحبك وبخاط لك الجرح. بس عليها الحرام من ديني. لو عملتها تاني لا افتح بطنك واسيبك تتصفى لحد اما تنشف. خلاص يا ادلا خلاص زي الفل. ايه انت بقيت كويس يا فتحي. خد يا ادلا الشنطتين دول هيخلوك زي الفل. امسك يا اخويا. امسك يا فتحي اخويا. امسك يا حبيبي. الشمامي خليك زي الحصان. دكتور يا ادلا دكتور. خياطة وتجميل في ذات أم نفس الوقت. لقوا التخدير بعد العملية كمان. عروسة. عروسة حلوة. عروسة حلوة. عروسة مزة. عروسة ضاعت صلاح. العروسة ضاعت. يا عم العروسة ما ضاعتش ولا ليه؟ لما نروح هجيب لك العروسة. شفت عروسة ضاعت صلاح. اهدى اهدى بقى قلت لك لما نروح هجيب لك العروسة. العروسة ضاعت. ده انا اقول كدبت عليك. طب انا بقى عروسة صلاح عروسة. هو ده؟ دكتور ده فتحي. سلم على الدكتورة فتحي. طبعا دكتور يجيب عروسة. صلاح تعالى عايزك لوحدك. بقول لك ايه؟ ما تتحركش من هنا هجيب لك العروسه واجي. عروسه مزة. خير يا دكتور؟ انت جايب لي واحد عبيط بجد؟ انا كنت فاكر بتهزر. يا باشا ده هو ده اللي يسلم اعضائه وهو بيضحك. مع انك غبي وجاهل بس بتفهم. وده اللي عاجبني فيك. ماشي يا دكتور كله من ذوقك. أفهمك حاجة مهمة جدا. قانوناً ما ينفعش التبرع بالقانونية من واحد عايش. خلاص نموته. أنت فظيع. لا شوف لنا حاجة تانية. خلاص. نقتله. لا 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 أنت شمال. والله شمال. يا باشا ده وضع عبيط. أعضائه مش طايقة إنها تفضل قاعدة جوه جتته. اسألني أنا. اسمع يا صلاح. عملية نقل القرنية أنا هعملها لك. من غير ورق. ومن غير فلوس. قصاد ايه يا باشا؟ هناخد منه الكليه. والكليه بتمن العين؟ لا طبعا ممكن يطلع لك فرق. بص يا باشا انا عايزك تعتبر الواد ده سوبر مارك. افتح وشيل اللي انت عايزه وفي الاخر قابلني عند الكاشير حاسبني. ايدك بقى. انا عايز اشوف. انا عايز اشوف. ما خلاص يا ابني اتفق. احنا في الملاهي. فجأة هاي لا انت تبحبحها شوية. الجتة اللي قصادك دي منوعة اساسا في البنج 40 سنة. رن نادي الفاتحة. انت برضك واد بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ah! 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 Ah!
تعبان قول لا ده انت بقيت كويس اهو. لا انت كويس يا فتحي، انت كويس انت كويس. تعال تعال يا فتحي، اسند عليا يا اخويا. سلامتك. معلش يا فتحي. تعال يا فتحي. ايوه ايوه كده يا فتحي. احنا ايه؟ ايوه اخوات ورجاله. رجاله مش كده يا فتحي؟ خش وريح الجثه. اقعد. ايوه يلا نام بقى يا فتحي. لا ما ينامش الا لما ياكل، ده على لحم بطنه من الصبح. ما تنامش يا فتحي، ما تنامش ده لما تاكل. لا انت بقيت كويس اهو. خد كل دي فتحي. كل يا كل دي فراخ، ما حرمتكش من حاجه اهو. جنبي وجعني. ايه ده؟ مش هتاكل فراخ؟ لا سيبيه لما يفوق بقى، ده ما يمنعوش عن الفراخ الا الشديد القوي. طب خد كل انت. لا يا اختي انا لا عايز اكل ولا اتنيل، عايز اشيل الهمامه اللي على عيني دي. يا اختي اصبر لما الجرح ينشف. يا بنت عايز اشوف عيني جرى لها ايه؟ هتشوف يا اخويا ان شاء الله. خد الفلوس اهي. عدتيهم؟ 9000. خصم 1000 جنيه من الكلوه. ديني وقلبه قاعد. يعني انت اللي قلبك طري قوي لما قلت خد يا بنت يا ناهد 1000 ولا 2000 شبرقي نفسك بيهم. وفلوسي وفلوسك ايه يا جحش انت؟ ناهد ما تدخليش الماديات بيني. وانت زعلان مني يا ده فتحي؟ ما توقف جنبي. طب والله فاهم كل حاجة وبيستعبط علينا. لا اعدل نفسك يا حبيبي على الناحية التانية عشان تستريح. بلاش حبيبي دي. تعال يا تعال. ما خلاص بقى ما تستلبطش، ما كانوش جرحين. استغطر يا اخويا عشان ما تستهواش. أنا واحد ملوش تاني، تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. مين بيخبط؟ أنا صلاح. أنا افتح السار بقى صلاح، خلي مش هنا. بقولك افتح يا بنت بدل ما هيت الباب ده على دماغي. مالك يا صلاح؟ مالك؟ عايز اخش اوضتك. اقدر انت ما عايز تدخل اوضتي يا صلاح. يبقى اللي في دماغي صح وهخش اوضتك. طب ما انتش داخل بقى يا صلاح. لا احنا بنحب لكن قسما عظما لو ما قلت لي كنت بايته فين امبارح نجيب رقبتك. انت بترفع عليا المطوه يا صلاح. كنت بايته فين يا بنت الطيب؟ ما انا كنت بايته هنا وانت مكلمني وانا نايمه. لا يا اختي انا اللي كنت هنا وانت كدبت عليا وقلت لي انك في البيت. تخليني مع مين يا بنت؟ فاشا انا صرت ليه يا اخويا انا كنت لابط شقه في مستشفى امبارح. طب وايه العيب انك كنت لابط شقه في المستشفى؟ تكذبي عليا ليه؟ ما انا خفت اقول لك تروح البنك لوحدك. طب قدامي على الاوضه. افتح الصندوق ده. انت بتدور على ايه؟ افتح. جالك بالظبط، انت ضيعتها في حشيش وشرب وسهرات، وانا شلتها اتمرمطت في المستشفيات عشان احوش قرشين للزمن يسندوني لما اتجوز ولا اكبر. فيها حاجه كفرت؟
لمي فلوسك قبل خالك ما يجي. عاد عليك بكره عشان نشوف حوار البنج ده. الو نايد، مش سامعك خالص، سيجنال وحش قوي. الو انا فين؟ ايه انا بقالي لي ساعه راكب قصاد المستشفى، انت فين؟ انت والنبي ايه ساعه؟ انت لسه جاي دلوقتي؟ طول كابل. امال فين الواد حسني؟ ده حمار وملوش في السواقه، وبعدين انا مش عايز اي حد غريب معانا في المشوار ده. يلا اركبي. جبت البنج؟ بنجي نايم جمل، الدكتور غلبني عقبال ما اداهولي. واضح انهم بيحبوك يا ويانا. ده مضايقك في حاجه؟ ما علينا. هياخدوا ازاي؟ اي كوبايه عصير شرب كده. ماشي. امسك يا واد العروسه. ايه امسك. يا سلام، ايه هذا المزاج العجيب ده؟ انا اول مره في حياتي اشوف واحد بتاع عرايس. لا لا العروسه سلمى بنتي حبيبتي. يا عم سلمى ولا نجوى، المهم ما تضيعهاش تاني. تش عروسه انت ما تضيعهاش تاني يا صلاح. يا ما تضيعهاش، انت اللي ضيعتها. انت ضيعتها انا. شوف ابن اللئيمة، الله شكلك هتطلع ظابط في الاخر. طب بص، عشان انا بقى اخوك وحبيبك، بكره هوديك تشوف سلمى. سلمى يا حبيبتي، تيجي تقعد معايا، تيجي تقعد معايا هنا، وتيجي سلمى. خلاص يلا، انا اخوك وحبيبك وقلت لك بكره هتشوف سلمى. خلي بقى معاك سلمى الصغيره دي ونام بقى. نام دلوقتي. نام دلوقتي. انا نام صراحه. انا نام جوه تاني من روح دي تاني. انا نام هو صراحه. انا نام هو نام. نام. يعمل ايه الملاك البريء ده في الدنيا السوء اللي احنا عايشينها؟ عشان كده لازم اصفره فوق. لا انا كصلاح ضميري مرضي. بتهربي مني يا ناهد؟ انا ما بتهربش من حد يا دكتور. صلاح اهو عندك، خد فلوسك منه. وبعدين انا كان ليا دعوه بالاتفاق ده من اساسه. انا لا خط ابيض ولا اسود. برافو يا ناهد، برافو انك خرجتي نفسك بره الموضوع ده. انا هتصرف. يلا هكلمك كمان ربع ساعه. يلا باشا، مش عايز حد يموت، ضرب حرفنا. يلا بسرعه. ده اللي بعتك يا ات. انت مالك يا ولد يا فارس؟ لو كدبت حد حمار. مين اللي عمل فيك كده يا واد؟ مفيش يا ام، عيال خايبه وغلط في ده. طب هات لي شويه بنه اكتب بيهم الجرح اللي في راسه. قوم يا حزين، وعدك مع صلاح هجيب اجلك ان شاء الله. لا الجرح بسيط، مش محتاج خياطة.
حقنته؟ حقنته؟ حقنته أمالنا يا حقنته. خد يا أوكا. حقنته أمالنا. مش يا فتح. بس يلا بقى بلاش دوشة. حلو عصير. ايه دلمة؟ انت بدينا دلمة. لا اشرب انت عصير. الأمانة تحت يا ريس. تأمرني بأي حاجة؟ أدي بقيت فلوسك. لا شفتني ولا عرفتني. أمين. ليش على كده؟ نصيبها كده، لعبت في عداد عمرها. ايوه بس احنا اتفقنا على راجل. تفرق معاك؟ اه المرة نص تذكرة. طلعت ياس جاب عنواني منين؟ مش هيبقى اخر تعامل ما بيننا. المره دي اللي جايه بص يا ريت يا ريت ظبطها ازاي؟ مبروك يا نان. الله يبارك فيك يا دكتور. بتروح قاعده كل خميس. ده مضايقك في حاجه؟ يا بابا تاخد الفلوس. انت واد جدع. نايم. خديني مع مين يا بيت؟ دي فلوس كنت محوشها من ورا خالي. شفت بقى الوضوح حلو ازاي؟ قرص هذا فتحي. لا 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 انا قرص يالا وانا يا وانا انت تعيش. اه انت كتب لك عمر جديد هذا معفن. يا وانا معفن انت تعيش. اه انت ايدي. اه انت تعيش. اه انت ايدي. اه ايه يا زنا ايه مالا انت زنا بس ما ينفعش. ينفعش خالص. صباح رز. يا لحوز. مش صباح رز يا ابدا اللي تعمل معاك كده. يا لحوز يا ادم. سادينا يا حمير. مش صباح رز. ولا امه. انت هتعيش ياض. يلا هتموت. هي تعيش؟ هي هتموت. انت هتعيش عشان انت كتب لك عمر جديد. هي هتموت؟ يا حمار انت افهم اللي بقول لك عليه. انت هتعيش. هي هتموت. أظن ما فيش أوسخ من كده موتة. آخر حاجة بلاش تحب أوي وحاسب العبيط. Hoje.